سهل. تحريات لصهرة اليوم، سوف نتناول فيه أحد أكثر الجرائم انتشاراً عبر التراب الوطني، وباتت تهدد بشكل كبير المجتمع الجزائري. عالجت مصالح الدرك الوطني لولاية عندفلا، راح ضحيتها الشاب في العقد الثاني من عمره. هذه الجريمة وقعت في منطقة جندل بولاية عندفلا، كان لها صدى كبير عن سكان المنطقة الذين لم يتعودوا على مثل هذه الجرائم. وكما عودناكم نعرض عليكم الوقائع ونترك لكم الحكم في الأخير. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج تحريات. يا بالسهل. بتاريخ 15 ديسمبر 2017، في بلدية جندل ولاية عين الدفلة، أحضر أسامة المدعو شاكر إلى المستشفى. ليكتروك شوك ادرينالين زيد اكتيفي شوف لوكسوجين جبل زيد لوكسوجين زيد مساج كاردياك دير خف كل خفيف خف زيد ادرينالين زيد ادرينالين زيد عند تقديم الأطباء الإسعافات الأولية توفي المدعو شاكر نتيجة الطعنة التي تعرض لها على مستوى أسفل الظهر. مدري يا زراطي ربي الرحمة إن شاء الله. ترنا الليلة دارهم جو جمال روح ضرب بوليس عايز يقول له الله جي عيط الله لا جندرم. فورها تم اخطار قاعة العمليات للمجموعة الإقليمية لعين الدفلة. الدرك الوطني جندل نعم. بعدها تم تحويل المكالمة لفرقة الدرك الوطني جندل. مفهوم؟ مفهوم؟ مساعد أرسل برقية. تلقينا مكالمة هاتفية من قاعة العمليات معرفتها تعرض الشخص لطلب الفرجة على مستوى الدار. واش من المستشفى؟ مستشفى جندل. قائد الفرقة وبعد إخطاره بمستجدات القضية قام بإبلاغ قائد الكتيبة للدرك الوطني حول المعلومات المتحصل عليها. حضرات المساعد تلقينا مكالمة هاتفية مفادها تعرض شخص على بيطعن على مستوى الظهر بخنجر عمومة منطقة التفريح الإقليم الاختصاص الطريق الوطني رقم 28. نقل العين المكان واتخذ الإجراءات اللازمة. خبر سيد وكيل الجمهورية وفيني بالمستجدات. برقية مفهومة واصلها المساعد. بتاريخ 15 سبتمبر 2017، تلقى مركز العمليات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين الدفلة اتصال هاتفي من مستشفى جندل مفاده استقبال شخص مصاب توفي أثناء تلقي الإسعافات الأولية.
انا لقيتو جبتو ما تقلقش جبتو ما تقلقش مسروق ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش ريح 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 نقدر نروح انا ما تقدرش تروح كاين اجراءات باش فيديوهم معك تحب تروح كاين اجراءات يديروهم معك تحب تروح ماشي مشكل ريح ما تقلقش واش خصك ولا نجيبو لك لهنا ما تطولش ما تطولش دوك ربي ما تطولش غير تبرك ما تقلقش مباشرة بعدها توجه قائد الفرقة مع أفراده إلى المستشفى لمعاينة الضحية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ويتلقينا اتصال جاك واحد مصاب ورا. راه هنا يا عند نفس البيت. شوري هنا. تفضلوا. الشخص اللي جابوه لكم مضروب الحالة تاعو كيف راهي؟ جابوه هنا عايش شاف كان يريسبيري مضروب بسلاح أبيض في التوركس درنا اللي علينا وربي يرحمه. معليش نشوفه. تفضل شاف ارتوف. الشخص اللي جابوه ورا شوف مع لاجون سيكيريتي برا على بالو شكون اللي جابوه شوف هذا وسيم من السياره اللي جاب الانسان. التقى قائد الفرقه بالشاب الذي احضر الضحيه للمستشفى وطرح عليه بعض الاسئله. السلام عليكم. خويا انت اللي جبت الضحيه اللي هو كي لقيتو كيف لقيتو في البلاصه هذه؟ جبت السياره تاعي انا لقيتو هو يذبح من البعيد ومطلع هذه اليد ضربة أنا كي قلبت وسط الضربة جيت هنايا ويذبح بصوت شوية عالي رحت لعنده وأنا رفدتو ديرك جبتو وما دخلتو معليش خويا بارك الله فيك اللي درت الحاجة هذه راهي مليحة من فضلك أعطينا بطاقة الهوية تاعك. فورها توجه قائد الفرقة رفقة المدعو أسامة إلى المكان الذي وجد فيه شاكر. وين لقيتو انت؟ شاف كنت طالع الطوموبيل تاعي منه ما ديك هنا كل حق هنايا شفت لعندو وسط وطايا في هذه البلاصة إكزاكت هنايا. هنا. إكزاكت هنا. حين وصول رجال الدرك الوطني لمسرح الجريمة باشروا بإجراء المعاينة الأولية مع وضع تشكيل أمني لمباشرة التحقيق. خلال المعاينة الأولية في المكان وجد قائد الفرقة قطرات دم. فورها تم إحاطة مسرح الجريمة لمنع الفضوليين من التقرب للمكان. بعد تثبيت مسرح الجريمة وصل قائد الكتيبة برفقة خلية الشرطة التقنية والعلمية من أجل رفع البصمات والدلائل التي تساعد المحققين في فك لغز الجريمة. احتراماتي حضرة. ولك الاحترام مساعد. حضرات بعد ما تلقينا مكالمة هاتفية من مستشفى مليانة مفادها شخص تعرض لطعنة الضحية توفى رانا تنقلنا لعين المكان مع الشخص اللي لقاه ولقينا بقع دم ودرنا شريط الإحاطة. ما كانش فضوليين يدخلوا المسرح الجريمة المساعد. ما لقيناش حضرات. خلاص المساعد سلم مسرح الجريمة لأفراد الشرطة العلمية والتقنية التابعين للكتيبة. مفهوم حضرات. مساعد فضلوا مسرح الجريمة وحاولوا تلقوا لنا أدلة تفيدنا في التحقيق. مفهوم حضرات. مساعد ورينا مكان الدخول والمسلك اللي خذيته أنت يا فيك حق المسرح. مساعد دخلت منا تنقلت لهنا عند الحشيش لقيت أداة الجريمة.
في مسرح الجريمة عثر المحققون على عدة أدلة وقطرات دم من شأنها إثراء التحقيق. نظرا أن قمنا بالمعاينات اللازمة تم رفع آثار بيولوجية بالإضافة إلى أداة الجريمة المحتملة اللي هي سكين، ونرسلهم للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام من أجل إجراء الخبرة عليها. خلاص المساعد سلم الأحراز قائد الفرقة من أجل مواصلة التحقيق. رقيب نحونا شريط اللحام. ريثما انتهت معاينة الضحية، التحقت خلية الشرطة التقنية بقائد الفرقة لرفع العينات من كشط الأظافر للكشف عن البصمة الوراثية. هذه العينة رقم 5 من عند الضحية عبارة عن كشط الأظافر تاعو، ونزيدوها مع الأحجاز اللي تملك مسرح الجريمة، ونبعثوها للمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام لإجراء الخبرة عليها. مفهوم. بعد تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجندل إلى المستشفى، تبين أن المبلغ عنه شاب في مقتبل العمر توفي بسبب طعنة على مستوى أسفل الظهر. خلال قيام فصيلة الشرطة التقنية بالمعاينات بمسرح الجريمة تم العثور على سكين ملطخ بالدماء. على إثرها تم إرسال الدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي بالعاصمة من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها. على جناح السرعة تم عقد اجتماع مع المحققين وضبط خطة عمل لحل شفرة القضية. اليوم عندنا اجتماع عمل بخصوص قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد اللي راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر، إذن باه نوقفوا المشتبه فيهم في أقصى سرعة. مساعد قائد الفرقة عليك بتنشيط عنصر الاستعلام وتكتيف تحريات من أجل توقيف المتورطين في أقرب وقت. الراقب الأول عليك بنشر الأبحاث من أجل تحديد هوية الضحية. مساعد رئيس خلية الشرطة العلمية والتقنية عليك بإرسال العينات المرفوعة إلى المعهد وموافاتي بالنتائج. مساعد قائد فرقة الأمن والتحري عليك الاستعداد لتقديم الدعم لأفراد الفرقة من أجل توقيف المتورطين. مفهومة؟ مفهوم. تفضلوا. حول المدعو أسامة إلى مقر الفرقة للاستماع لأقواله بصفته الشخص الذي أحضر الضحية شاكر. كيفاش لقيت الضحية شاكر؟ شاف أنا كنت جاهز بالسيارة تاعي، دايما أنا نخدم نص نهار تاع الشيار روح في الرياح، جاهز بالسيارة تاعي عادي نورمال. لحقت عنده ستو رافد يديه، رافد هذه اليد ويتوجع. عاودوا لي. شكون دار لك هكا؟ شكون؟ شكون؟ شوف لي دار معايا، دار معايا. شكون هذا اللي دار لك هكا؟ شكون؟ دار معايا. عاودوا نديك للسبيطار. نعاونك تكالي مليح. نديك للسبيطار. تكالي مليح، تكالي مليح. غير بلاقل، غير بلاقل. غير بلاقل. تكاليه اصبر هكا، اصبر هكا، غير بلاقه، ما تقلقش ما تقلقش. هو صبرت شو هكا؟ غير بلاقه، غير بلاقه. تك هكا، قعد هكا، قعد هكا، قعد هكا. نلحقوا باذن الله، نلحقوا. هكا
ديريكت لوبيتال. كي لقيتو كان حي ولا ميت؟ كان حي، كان عنده ضربه في ظهرو، رفدتو اكزاكت في السياره تاعي وديتو لوبيتال ديريكت. كي رفدتو كاش ما قال لك؟ كاش ما عطاك اسم؟ كاش ما كانش قادر قاع يهدر، ما كانش قادر يهدر، كان يتوجع برك، ما كانش قادر يهدر وما طاني والو. كي رفدتو كاش ما لقيت حاجه ثم في المكان؟ ما شفت والو، انا ما شفت والو، رفدتو ديريكت ديتو حطيتو في السياره تاعي ورحت بيه لوبيتال. اسامه بارك الله فيك، ما تقلقش، ما تكون حتى متابعه قضائيه ضدك. الله يحفظك الشيخ، الله يعطيكم الخير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعثوا لي كونفوكاسيون. عطيني استدعاء بطاقة الهوية. تم استدعاء أبا الضحية شاكر للاستماع لأقواله. عظم الله وجهكم الحاج والبركة فيكم، ربي يصبركم إن شاء الله. أجرنا وأجركم عند الله. الحاج باين يطرى عليك بعض الأسئلة، تقدر تجاوبنا الحاج؟ إن شاء الله نقدر. حاجة ولدك شاكل البارح ويكن كان مقصر معنا انا ويمه. ايه الله يبارك. كل شيء راه واجد؟ كل شيء راه واجد وكل شيء ما يخص والو. والكاطو حطيتي قاعتينا شكون ما شكاين مازال كاين؟ يا كاين مخيم كاين كلش حاجه ما خصت والو. صح وقت في الورا صحيح قيس الكوستيم راك عارف تاع صحاب لي جان جاي تما راه موجود روحو موجود. آه الله يبارك ربي يهني ان شاء الله. الملك يجي نهضروا معاه شويه لا جا العرس هكذا. ها هي خلاص وشو ديك تيليكوم شتيه اش كفار انا عرفت هذاك الحاج بوغرك ها ها المره اللي فاتت في الطفله ما كانش هنا ها وهذه الخضراء قال لي لا لا قال لي تجي به بولادو كاع سيدي عرفتو قلت له لازم نعرضو يزعف ايه ما يزعفش ما كانش انا شنو باغي ندير المهم يجي وخلاص هذا المال. المهم كل شيء راه واجد وكاع راه معروضين ان شاء الله. الله يبارك الله يبارك ايه الله يبارك عليك الله يبارك كيف تصبر هاش ربي يحفظ من عيني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا يمي ربي ينورك ان شاء الله وربي يحفظك ليا ربي يحفظ من عيني يا وليدي ان شاء الله ان شاء الله يا يمي شتي وليدك يا راه شباب راني نشوف الله ربي ينور ربي يحفظك يا وليدي الله يسلمك ربي يحفظكم ليا ان شاء الله يا باب وربي يحفظك ان شاء الله يا يمي الله يبارك الله يبارك شو حبيبي هتهرب كي كانت كي دارت معرضين كامل حبابي ومعرض حبابك لليوم الغربة الله يبارك هم اللي خرج ما زلت شفته بعد جاو قالوا لي باللي مات. ما تقلقش الحاج ما تقلقش تقدر الحاج تقولنا شكون صحابه اللي يدور معهم؟ ما نقدرش نقول لك شنو مع صحابي احنا في الحومه في مكه يحبوه هو اللي ديما وش تاع مشاكل مانيش عارف كيفاش كيفاش تصرى له هكذا. الحاج اخر مره كان مجمع فيها معكم كيش ما قال لكم ماني رايح البلاصه ولا مشى عند صاحبه ولا جا عيط له كاش واحد صاحبه ولا خرج معاه ولا هي في الحقيقه اني شافي كي جا خارج ان شاء الله بابا انا عليا دوكا نروح للحفاف يا حفاف وشيه ان شاء الله انا نتلاقى هيا كيفاش تريا الله يطير روحك يا ربي يا وليدي ربي يحفظك صح 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 شتي وليدنا كي راه منور شتي كستيما كيف جات الله 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 يبارك الله يبارك عليه ربي يحفظه ان شاء الله يرزق ان شاء الله يرزق ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. قلنا راني رايح عند الحفاف هذه اللي شفت عليها. انطلق رجال الدرك الوطني في التحقيق والبداية كانت بالذهاب إلى كل الحلاقين الموجودين في المنطقة لاستجوابهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
خويا حبينا نطرح عليك بعض الاسئله في قضيه مقتل شاكر. تعرف شاكر؟ شاكر نعرفه بيت حومتي، مات الله يرحمه. شحال عنده ملي جا هنا عندك المحل؟ مد شهرين هكاك، موش يجي كاع، موش يحف عندي. على واش كاين غير الخير؟ برك ما كان والو في اطار التحقيق. بارك الله فيك، ميرسي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمح لي جينا نطرح عليك بعض الأسئلة في قضية قتل الشاكر. تفضل حضارات. شاكر تتعرفه مليح؟ نعرفه، وليد حوم أمضار يجي حف عندي، تقدر تقول صاحبي. وقتها المرة الأخرانية جا حفف عندك هنا في المحل؟ جا لي حففت له، وغدا من ذاك زدت مشط له شعره وخرج منها فرحان وقال لي أروح ليلة عرسي، أروح تعشى وكان. نهار عرسه كي جا عندك، جا وحده ولا كاش ما جا معه واحد؟ جا معه واحد. السيد اللي جا معه تعرفه ولا ما تعرفوش؟ أبيبري يعني شاف عليه شوية. وكان عرضوا عليك صور تقريبية، تقدر تعرفه ولا ما تقدرش؟ وي شاف، نقدر نعرف. تقدر تفيدنا بنوع السيارة اللي جابيها لعندك لهنا؟ شاف، ما نقول لك سيمبول، ما نقول لك داسيا، لا كولير هي اللي يعني شاف عليها جري. تفضل معنا الفرقة لمواصلة التحقيق. عند استجواب أحد الحلاقين المتواجدين في المنطقة صرح أن شاكر جاء إليه في يوم عرسه. فورها حول الحلاق إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لجندل، وعرضه على مكتب النظام التعرف الآلي على الوجوه للتعرف على صديق الضحية شاكر. شو أخي، غادي نطرح عليك بعض الأسئلة. تعطيني مواصفة تقريبية للشخص المشابه فيه. أنا غادي نعرض عليك بعض الصور وتذكر لي إذا هو ولا لا. نعم. مواصفة الأولى، تقدر تعطيني لون الشعر تاعو؟ إيه شعرك حل. تقدر تعطينا الطول تاع السيد؟ جاي طويل شوية، 173 175 هكاك. والبنية الجسمانية تاعك اسكو ضخم رقيق؟ جاي بروحو شوية نورمال. جاي بروحو شوية يعني شخص عادي؟ اي شخص عادي. ماركش عاقل على كاش حاجة هكا، علامات خصوصية، ضربة في وجهه، خانة، وشم في يده. عنده نورمال مخا خانة هنايا ونا ندبة هنا في راسه. واش من جهة الخانة؟ جهة اليسرى. جهة اليسرى من الرقبة. آه. شو الآخر؟ غادي نعرض عليك بعض الصور وحاول تعرف على الشخص المشتبه فيه. اه ما كاش مشكل. هلو؟ لا لا مش هذا. هذا خاطئ. اه شي هذا هو. زيد شوف معايا هذا. لا شي هو. زيد شوف معايا. لا مشي هو. هذا. لا لا مش هذا هو. شي هذا. زيد شوف معايا هذا. زيد شوف معايا هذا الشخص. ايه هذا هو. هذا هو. هذا هو. بعد استغلال سماع الحلاق وعرضه على نظام التعرف على الصور المكشوت، تم الوصول إلى المشتبه فيه الأول أنس. بعد البحث والتحري وتفعيل عنصر الاستعلام تم تحديد مكان أنس. Thank you.
بعد وضع خطة محكمة تنقلت فصيلة الأمن والتدخل على جناح السرعة لتوقيفه. تم توقيف أنس وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه وللاستماع لأقواله. بعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية تم تحويل السيارة إلى مقر الفرقة لإخضاعها للمعاينة من طرف خلية الشرطة التقنية. الحق هو مساعد. هذا حجز رقم 7
عبارة عن عينة من بقعة حمراء لون محتمل تكون دم، رفعناها من السيارة تاع المشتبه فيه، نضيفوها للمحجوزات اللي راح نبعثوهم المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام لإجراء التحاليل عليها. مفهوم. أنس، على بالك على كيفاش وقفناك؟ لا لا ما على باليش، أنا البارح كنت نخسر في طروبي تاعي جابر بدوني لي جوندار. استراحي هنايا عندكم. والبارح وين كنت؟ البارح كنت نونطري في صالة تاع سبور. تعرف شاكر؟ نعرف شاكر وليد حومتي. على بالك باللي مات؟ على بالي يا ربي يرحمه. شحال عندك ما تلاقيتش به؟ واحد سمانة ولا سمانتين. المعلومات اللي عندنا، البارح كنت أنت مع شاكر عند الحفاب. كي كملتو راح معاك في السيارة، السيارة تاعك. شاف مضحك. أنس، احكي لنا الحقيقة، واش صرا البارح؟ البارح شاف كنا مريحين أنا وشاكر الحومة، كنا نهضروا على العرس. هي من بعد جاب واحد كان يسرق دراهم، ومن بعد هنا قال له شكون هو؟ يسموه مروان. ما هناك قعدنا حتى جاء او كي جاء قال لي او شكر او جاوب حتى انس خويا ما تنسانيش السمانه الجايه عرسي وكامل راك تعرف طوموبيل تاع عروسه راني تاكل عليها طوموبيل تاع عروسه عليا خويا شاكر ولا ندبر راسي بيه ما تخممش كاع على بالي خويا والله على بالي انس راني لهنا يا حبيبي ودي حبيبي راني فيك تيف الله غير بسيط يا خويا دي جو جاي واحد يسالني ايه شاكر راك في حومتي اش قالوا لك راح تتزوج دراهم كيفه يا ودي على بالي عيط لك ما تليفون دي شاليه اه ولا تتهرب من دراهمي صار عليك خويا والله لا ماشي هكا لا الله غير خسر عليك يا مروان خويا راني لهنا يا مصير على بالي بليك تسالي ماشي ما نجيبكش دراهم كنكمل عرسي منا غير نكمل شهر شهرين نعيط لك بامانتك بالقلب الصافي وانت خويا العزيز وربي يحفظك ليا تعيش شهر لا لا اسمع جريتني في دراهمي زيد متري بوندي شالية السمن كلك نعيط لك متري بوندي شالية السمن كلك قبل عرسك سنة مني كلش وهوتي انا قلت لك هوتي خلاص حبيبي شاكر ما تقلقش كاع راني هنا حبيبي ولا يقول له يا اخي يخبط في انا في كتفه ويقول له دي محسوب لك ما تعطينيش دراهمك دراهمني سالهم له قبل عرسك نخبط لك شكلت دورية من الدرك الوطني من أجل توقيف المدعو مروان إسنسيال عبد الله كيما قلت لك غادي نفروها صاي صاحبي ما درت يا شاب ما درت والو علاه جيتوا لي يا شاب والله ماني داير حاجه ماني داير والو تم توقيف المدعو مروان واخضاعه للتحقيق مروان بارح وين كنت؟ بارح كنت قاعد في الحومة نورمال قاعد مع ولاد الحومة بعد دخلت للدار حتى ما كان واش درت البارح تعرف شاكر؟ شاكر نعرفو شاكر وليد حومة وجاري ونورمال ربي يرحمه ويسعلي على كل حال على بالك شاكر كيفاه مات؟ على بالي سمعت كيما انا كيما الناس صابوه مرمي في الطريق وانس تعرفو؟ انس
أنس. إيه أنس نعرفه، صاحب شاكر وغير كيما تلاقيت بيهم، بصح على غير الخير شاف. واش كاين؟ أنا صرحنا باللي راك تسال دراهم شاكر. إيه صح، نسالو دراهم، وعنده شحال هذه باللي نسالو دراهم؟ والضرب سمعاه؟ إيه ضربته معاه. بعدين تشوف القتل. لا لا ما وصلش لهذا الشيء، مشي على جد دراهم أنا نقتلو. لا لا ما نقتلوش أنا هكذا، صح ضربته معاه، صح بلي يدين بركي ما كان والو شافو. من بعد سلكوا بيناتنا، دخل فيها أنس صاحب. رغم غموض القضية إلا أن رجال الدرك مستمرون في تحرياتهم للوصول للفاعل الحقيقي. تفضل. كرمك يا حضرة. ولك الاحترام مساعد. تفضل ريح. هذا جاتنا خبرة وصلت من المحد، وكانت عينة الدم اللي رفعناها من سيارة المشكوك فيه هي نفسها نتاع الضحية، بالإضافة إلى العينات اللي رفعناها من كشف الأظافر للضحية تعود لجنس أنثى. نتائج الخبرة العلمية أكدت على أن عينة الدم المرفوعة من سيارة أنس تعود إلى الضحية شاكر. مساعد عاود اسمع المشتبه فيه أنس للمرة الثانية وفيني بالمستجدات. مفهوم حضرة. بعد وصول نتائج الخبرة من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، تبين أن عينة الدم المرفوعة من السيارة تعود إلى الضحية. أنس صرحت لنا في الأول أن مروان يسال الضحية دراهم وهده بالقتل. نعم سيدي، كان يسال دراهم هو وديجا دبسوا قدامي وأنا سلكت بيناتهم، ما تكينا هو راح واحد وشاكر راح واحد. أنس عينة الدم اللي رفعناها من السيارة تاعك رسلناها لمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام يبوشاوي، والنتيجة كانت مطابقة لدم الضحية. نزيدك عينات المرفوعة من خلال قشط أظافر ضحية تبين وجود آثار بيولوجية تعود إلى جنس أنثى، هذا يعني كاينة امرأة معاكم في السيارة. شاف أنا خاطيت. أنس حكينا الحقيقة. هذا شاكر كان يعرف واحدة اسمها ملاك، وهي اللي عيطت لي في التليفون قلت لي بلي راني باغي نتلاقى بشاكر، وهي ديجا عندها ملي تعرفوا عندها 4 سنين 5 سنين هكا. شنو البروغرام تاعك كيف اليوم شاكر؟ راك تعرف روح دوكا لازم نروح ليها الحفاف باسكو عيد بزاف اليوم. راه عند ايمن تانا. روح عند ايمن هو حبيبي. ستيكيك حفاف لي وزيد روح دوكا لازم نستيكيك شايف من فوق. يوم بعد كيفات كوافير وكيفات. نحفاف ما دير روح الريح ديالك يا حبيبي. روح نرقد شوية. انا نقعد ونقصر عندي وصوالح. ان شاء الله ان شاء الله وتولي عريس الله على الله ورب تبارك عليك ان شاء الله. وعشيه دبر راسك بالحشا الجماعه صحابي راهم جايين وانا ايش ولا نجي انا راني واقف معاك خويا. ماشي برو راني معاك. ايمن واش يا اخو؟ اروح يا اخو هذه داتا اخذ سيفو العزيز الغالي صافا اخو بيان انت سيفو اخو علي بيبي خو يوم إنسان. البارح ديكرادي واليوم فينيس. صار عليك حبيبي ديكرادي والبارح وش وعدتك خو؟ لكن اليوم فينيس اليوم عندك مش طوارة. لا بالي خلاص يا خو شاهد. والكوستيم كيفاش فريتهم؟ أموراتك اللي قلتهم سيبون سيبون خلاص. الجو مع الشيخ ولا جوسوس تعبرت وجاني كلاس. يا خلاص لا غير فرحوا بي هذا أنا فرحتي كيفاش؟ أنا على بالي باللي تخرج شبه على بالي مع اللي جيت عندي. يا ودي كيف صار عليك تو؟ والله على الصحة يا راني الله. الله يسلمك خويا العزيز منور كيما شوف دوك راني حاب نروح ندير تحميم صح قبل التحميم نروح ونفرو هذا الشغل واش مشغول هذا ثاني
حاجة لازم نفريها باش ريح باش ريح معك في العرس من بوجيش كامل بصح ما تطولش حاجة خفيفة شوف انا لازمني نحل بس نقعد نعاونك في العرس من بوجيش كامل خلاص داك ونروح روح اكتيفيا هاي زايد لك الدنيا اليوم روح اكتيفيا بس شغل تاعك هذا والله غير عييت بالخف صاحبي هذاك مقلق هذيك فاش علاش نقلق غير عييت والله مقلق صاحبي بزاف هو هذا شغل تاعك هاي هنا دقيقه بالخف ونفروها وين هنايا هنايا بالخف هنا هذه واش جابها تقلقت يا صاحبي هذه واش جابها هنايا واش جابها كيف هذه ما نتقلقش كيف هذه ما نتقلقش اليوم عرسك باغي تخسر لي عرسي تايا هذه واش جابها هنايا يعني حاب نفهم اللي حاب نفهم هذا اليوم عرسي اليوم عرسك حابين نديروا لي مشاكل حابين نديروا لي مشاكل بالعيب امك تزوج عرسك غدوه ما تحشمش نزيد تكالماو تكالماو انت وياه واش جاب لا لا صايف تكالماو تكالماو كيفاش انا شعل عندك عشره معايا يا قلت لي خلاص كل شيء بيناتنا على بالي بلي خلاص بس واش جاب هذا كاع انت تكالماو تكالماو صايف تكالماش انا صايف انت يا تكالماو اضرب بسياسه اضرب بسياسه يا ربي ربي يخسر لي عرسي باغي يخسر لي واش جابك هنايا كي حاب تخسر لي عرسي اضرب بسياسه بالسياسه تكالماو تكالماو روح اخطيني 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 صاي كرهتك اخطيني احنا نسوي شاكر تكالماو واش جابك تايا انا تكالماو تكالماو انت الله تقلق دوك نفروها بالهضره ما تقلقش ما تقلق تكالماو هذه واش جابها بالله فمك ما تهدرش بابا ويماك ما قبلوش بابا ويا ما قبلوش بيا والديك وعلاش بديت معايا كامل مع الاول راني رايح نتزوج روحي بعديني يا اخي بروميس لي بزواج العشره اللي كانت كامل بيناتنا بالليله ونهار راحت يا تيا انا ما كاينش زواجك حاب تهبني كلش راح كلش بيناتنا ما كاينش قرار خيوط القضيه امتدت الى مشتبه فيه اخر تدعى ملاك ماذا نديتهم قعدت خليتهم ثم وصرتهم للبلاصه ورحت وخليتهم بعد أخذ الإذن من وكيل الجمهورية توجهت دورية الدرك الوطني لتفتيش منزل المشتبه فيه ملاك صح غير خدها في المركب علاش راكم مدين بنتي انا غير خير علاه بنتي عاقله علاه ما كان والو الحال التحقيق عادي وما يكون غير خير ان شاء الله
ان شاء الله ان شاء الله ما يكون خير ان شاء الله. حولت ملاك الى مقر الفرقه لاستجوابها. ملاك تعرفيه شكر؟ هاي نعرفه، كنت معاه مقبل ومن بعد كي خطب سيبون كل واحد راح في طريقه. سمعتي باللي مات؟ هاي سمعت، ربي يرحمه. أنس تعرفيه؟ ايه أنس نعرفه، كنا كامل نقراو في لافاك بصح علاش غير خير. أنس راه صرح لنا بلي ما بغيتيش باش شاكر يتزوج، وراكي تضاربتي معاه، واش تحكي لنا؟ لا ما تلاقيت بهم غير هكا، جازوا عليا سلام سلام ابخي راحوا ما دابزناش. صباح الخير رغيب. بخير. عندنا قضيه قتل عمدي مع سبق قيصر وترصد، هزينا البصمات من مسرح جريمه وجبنا المشتبه فيها، باغي نهزوها البصمات باش نديروا مقابله. مرحبا تفضل. شكرا. بعد إنكار ملاك للتهم الموجهة إليها، تم عرضها على النظام الأهلي للتعرف على البصمات. عطيني الإبهام تاعك اليمين واليسار. ولكن احترام مساعد، تفضل ريح. هذا الأطراف جات نتائج خبرة من المحد ليتأكد تطابق البصمات المشكوك فيها ملاك مع البصمات أداة الجريمة السكين. نتائج الخبرة العلمية على الدلائل المرفوعة بمسرح الجريمة أكدت على تطابق البصمات المرفوعة على أداة الجريمة وبصمات المشتبه فيه ملاك. رجاء الدليل العلمي وجه به. للمرة الثانية تم استجواب المشتبه فيه ملاك من طرف قائد الكتيبة. ملاك، في التصريح الأول تاعك أنكرتي علاقتك بجريمة قتل المرحوم شاكر. هاي خاطيني أنا ما درت والو. نتائج الخبرة الواردة إلينا من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي أكدت تطابق بصماتك مع البصمات المرفوعة من السكين أداة الجريمة. خاطيني ما درت والو انا. ملاك، الانكار تاعك ماهوش في صالحك، احكي لنا الحقيقه من الاول للاخر. هي بصح هو خدعني، شغل لو كان ماشي خدعني ما نديرش كامل هادو صوالح. بون الحكايه بدات كي جات لي صحابتي للدار. جوزي مرحبا. واش هادي غيبه مش كامل تجي ليا؟ لا غالب راني مع القرايه كي تعرفي. مي كومام القرايه واش حتشدك كامل؟ ايه كيما كش تقراي انتيا راك تقولي هكا. ايه سمحتي بواش صرا؟ واش هذيك سوله في صحبتنا؟ ايه تخطبت والله. ايه والله وين تا عندها واحد سمانه هكاك. ايه بالبركه عليها. يسلمك تلاقوا بالينا ان شاء الله. ايه يا لالا سمعتي بجديد ولا مازال ما سمعتيش؟ تعالاش اللي كنتي معاه راح يتزوج. شكون؟ شاكر. شاكر حيتزوج جاكي منيتك تما وان برومي لي مزواج حيزوج بيا غدوه انا العروسه. كنت جايزه على دارهم سمعت الصغاريت وبالك ماشي هو بالك الجواري جو سي با. كي سقسيت قالوا لي شاكر راح يتزوج وغدوه عرسو. قلت لك ما تامنيهش. تما عرسو
ابخي وراها رفدت بورتابلي عيطت لانس صاحبو بون شغل انس هذا كان يقرا معانا ايتو عيطت له ومن بعد قلت له معليش اسكو سقسيتو في الديبي على عرسو الو وي مالك صافا انيس نسقسيك عفسه بلي كذب بصح شغل راني حابه نعرف واحد العفسه وجات جاو شغل وصلوا لي الخبر كامل لا راني حابه نكونفيرمي سقسيني صاحبك شاكر البروش تاعك صح غدو راح يتزوج عرسو غدوه علاش راكي تسقسي بلي كذب لا لا ريبوندي لي نورمال اي غدو يتزوج تسمى غدو عرسو هذا اي غدو يتزوج انيس تروندي لي سيرفيس صغير اسمع شوف غدوة استحق شاكر راني حابه تجيبه لي سامعني تبارك نتلاقى به نحكي مع صوالح نسي نشوف شغل غير هذا ما كان هادي العفسة برك سي كيفاش صح اخويا تعيش ما كاش مشكل نعاود نعيط لك ايا داكو ليسونسيال غدوة عيط لي كي تكون معاه ولا وما تقولوش بلي اني جايه باي باي صحه ايا صحه صحي خويا صح تزوج ويخليني هذا مريض على بالي والله غير مريض ومن بعد كي جا انس ليا تلاقيت به هو وشاكر جاب مع شاكر ومن بعد كي ركبت في الطوموبيل شغل ضربنا بالهضره وكامل ومن بعد هو قال لنا دوك نديكم لبلاصه فارغه وحكوا فيها بعد دانا لوحد بلاصة ايزولي سمحت فيا بالسهل شاكر قاري قاري هنا قاري حطيتي تمك لا تبعني راني كار شاكر روحي بعديني اخطيني واش خاصك واش كاين كرهتك كرهت العشرة اللي عشتها معاك اخطيني يا بتل اخطيني محياتي يا ربي شاكر صبرني نهدر معاك شاكر واش خاصك شاكر كرهتي لي حياتي يا مصيبة كرهتك اخطيني خليني نعيش اخطيني يا ربي شوفي يا بنتي نهضر معك هذا هو واحد صلي علينا بينا انسان احنا نتزوج وهذا نهاري انا هي عندي امراه ولازم عليا نتزوج ما كاتب الله هذا انا ماذا بيا نفرح لك في حياتك وانت تفرحي لي في حياتي شاكر تخوازون جاتك سهله سمحت فيا بالسهل شغل تعبي الليله ونهار رحت وتزوج جاتك نورمال ما خممتش في الباسي شغل جوزناهم كامل كيف هذوك اللي جوا حاجه تاع ربي ما كتبش المكتوب على بالي بلي 10 سنين انا وياك ماشي حاجه سهله بصح هذوما كاتب الله لازم تفهمي هذا الشيء ماشي حاجه سهله راني مضروب انا دوك لازم عندي عرس عندي البسكوتين تاعي الناس يستناو فيا يعني ام كامل الناس يستناو فيا عيتيني والله غير عيتيني ما فهمتش انا كي جا وخطبوني شحال من واحد جا خطبني وانا واش قلت لهم لا لا واي واحد جا ليا واش ندير سيد باش نجي نخطبك عييت نسي ما صدتش عليها وين انا يا حتمت عليا باش نتزوج انا قعدت على جالك وريحت على جالك وانت في دقيقه سمحت فيا تحسيبون انت مالك ما كاش صاي راحت قعدت على جالك انا لو كان راني مخطوبه ولو كان راني تزوج وراني بدراي 3 شكون قالك ما تزوجيش تزوجي على روحك انا لازم نعيش حياتي مسحتك منه ومسحتك منه انا لازم نشوف حياتي عندي عرسي اليوم مانيش حبو يخسر ولا حبيتي تعيشي حياتك عيشيها من دوكا صايب بيني وبينك خلاص بركات Ugh.
واش درتي؟ ملاك راكي مشتبه فيه في قضية جناية قتل القتل العمدي مع سبق الإصرار، راح نحرو ضدك محضر ونقدموك للعدالة. بصح وعلاش يا شافو وخداني؟ بعد سماع المشتبه فيه ملاك للمرة الثانية ومواجهتها بالدلائل العلمية اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف المتورطة أمام العدالة. تم الحكم على ملاك بثلاثين سنة، وتم الحكم على أنس بخمسة عشر سنة. في الأخير يبقى الرقم الأخضر 1055 والموقع الإلكتروني www.ppgn.mdn.dz في خدمة المواطن. هي بالسهل. قضية اليوم كانت صادمة، لكن الأهم أننا استخلصنا الكثير من العبر، ولهذا يجب علينا أخذ الحيطة والحذر أثناء اختيار محيطنا الذي نعيش فيه. فطريق الإجرام مهما طالت ليس لها مخرج، ومصير المجرمين دائما واحد، الردع أو الهلاك. وعملية الاشتراك في الجريمة أو مساعدة الجاني يعرض الشريك لأقصى العقوبات. أخلص تشكرات لمصالح الدرك الوطني لولاية عندفلو. نهاية عدد اليوم، تقبلوا تحياتي وتحية الطاقم العامل معي. أمسية سعيدة.